سياسية أو كمنابر سياسية، وده ما بنشوفوش بس في الحج، بنشوفه في المساجد في بعض الأحيان من خلال خطب ما بتكونش مطابقة للمواصفات، إقحام الدين في السياسة، وكتير من الممارسات اللي كنا شفناها على مدار عام. أسوأ حاجة حصلت في عصر مبارك إن العمل السياسي اتحول لعمل تجاري. أنا قلت الكلام ده ثلاث مرات وأديني بقوله رابع مرة. وعلى فكرة التطرف الاقتصادي بتاع حسني مبارك واللي ودى للتطرف الديني اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. يعني لما نيجي نعالج مشكله ومعالجه حقيقيه بجد لازم نشوف جذورها فين، وبجد لازم نشوف اسبابها فين. ما نحن فيه ظواهر تعبر عن جذور، نحتاج الى الوصول الى هذه الجذور كلما كنا جادين في الوصول الى حلول حقيقيه. يعني عشان ما حملش طرف المسؤول لوحده، لان حضرتك لو تصورت ان في 12 مليون شاب في البلد ضايعين، مفيش عمل، مفيش زواج، ناس وصلوا سن 40 سنه ما اتجوزوش، مفيش شغل، مفيش حتى امل، ولا يوجد من يعطي حتى امل لهؤلاء الناس. اذا تصورنا الكلام ده، طب مطلوب من الناس تعمل ايه بجد؟ طب اسمح لي، مين اللي اوجد الكلام ده بجد؟ اللي اوجد الكلام ده هو اللي يحاسب عنه بالدرجه الاولى. هنتكلم لسه عن تبعات حاجات حصلت في عصور سابقة، يعني موضوع التمويل الأجنبي والتمويلات المشبوهة والغسيل الأموال، يمكن حاجات ملفات مفتوحة بقالها سنين من الأهرام، فتح ملفات التمويل الأجنبي ل 8140 جمعية وتنظيم مشبوه قريبا، 10000 شخص متورط في تمويل الإرهاب وغسل الأموال ونشر الأكاذيب عن الجيش والشرطة. يعني ده ملف ساخن آخر بيفرض نفسه داخل المجتمع. الأهرام بينسى. الأهرام بينسى. وأنا عايز أقول لكم حاجة، يعني هتبقى نصيحة مني لصحافة مصر بجد في الوقت اللي إحنا فيه ده. كان العبد الله اللي بيتكلم ده كان أول حد فتح ملف التمويل الأجنبي في الأهرام. كنا في الأهرام الدولي وقتها، الأهرام الدولي يفتح ملف تمويل يبترد بصحف الأحزاب. يفتح تمويل صحف الاحزاب، وبعدين الاهرام الدولي يفتح ملف العلاقات الدوليه للاحزاب السياسيه، هي ابتدت بالاحزاب، وبعدين الاحزاب جابت معاها المجتمع المدني، وبعدين جابت الجمعيات، وبعدين المجتمع كله فسد. الملف قديم، وللاسف يعني هسمح لنفسي ان اقول لحضرتك ده تاريخ، التاريخ مش ملك حد، ان رد الفعل اللي حصل لما فتحنا ملف التمويل الاجنبي من 20 30 سنه، اني تلقيت مكالمه من 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 مستوى رفيع علشان يقول لي انه التعليمات اللي موجوده ان مفيش مانع من تلقي اموال من الخارج بشرط عدم الحاق الضرر بامن البلد من الداخل. دي نظبطها ازاي؟ كان الموقف الرسمي ساعتها، وبالتالي برضه ما تلوميش الناس ما دام وراهم دوله بتشجعهم انهم ياخدوا فلوس من بره. وبعدين حضرتك بتتكلمي عن التمويل الغربي، هنا الاهرام النهارده بيتكلم عن التمويل الغربي. الله، طب وتمويل الدول العربيه؟ طب واللي خدمه القذافي؟ طب واللي خدمه صدام حسين؟ طب واللي خدمه المنظمه؟ طب واللي خدمه علي عبد الله صالح؟ طب واللي خدمه من اي حته؟ طب والسفارات اللي مخترقه البلد؟ طب واللي بيترددوا على السفارات؟ لا، في اختراق. يعني انا يعني 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 اريد ان اتوقف عند هذا الحد، مش عايز اعديه، لان اللي بعد كده الحقيقه يعني مؤلم ومؤسف ومزعج. ومين اللي بيعمل ده؟ الناس اللي المفروض ان انا هعتمد عليهم في اعاده بناء مصر، وفي تشكيله دماغ مصر، وفي قياده الراي العام المصري للاسف الشديد. وبالتالي هي مساله ضمير، يعني اريد ان ادق ناقوس خطر لهؤلاء الناس. يعني اناشد ما تبقى فيكم من ضمائر ان ما تاخدوش فلوس من حد، لان طيب احنا محتاجينكم لاعاده بناء مصر. بس على الضمير دلوقتي يعني شيء صعب. طيب نظبط الموضوع ازاي؟ امنيا؟ القانون يا سيدتي. القانون يا سيدتي، القانون الذي تم توظيفه في عقود الفساد لصناعه الفساد. على فكره انا كتبت الكلام ده في الاهرام، قلت ان صناعه التشريعات في مصر بقت منجا من اصحابها. القانون الذي يفترض انه اداتنا في مواجهه الفساد هو الذي استخدم في صناعه الفساد. ولذلك ارجو من الناخب المصري ان يدقق كثيرا عند انتخاب النائب القادم. نريد برلمانا الناس اللي فيه فاهمه يعني ايه تشريع، فاهمه يعني ايه قانون، فاهمه يعني ايه دستور، فاهمه يعني ايه امن قومي، فاهمه يعني ايه مصالح مصر، فاهمه يعني ايه فاهمه تعمل قانون الضرورة الاجتماعية. ما هو القانون الذي تفرضه احتياجات مصر الآن؟ مش الراجل فاضل اللي احنا بنقوله. للأسف في كلمات كتير أصبحت مميزة لقاموسنا المصري في الفترة الأخيرة. حضرتك قلت كلمة اختراق، في دعاوى أو في اتهامات بتكون بالتخوين أو حاجات كتير يعني الحقيقة، والتكفير وغيرها، انفلات. يعني كلمة انفلات مش واردة في الأفق السياسي، واردة في الأفق الاقتصادي والأمني، والانفلات الأخلاقي من الأساس. يعني لما نكون مثلا على سبيل المثال بنستقبل بعثة للمنتخب المصري لكرة اليد، ويسفر الموضوع عن اشتباكات حصلة بين ألتراس أهلاوي وبين قوات الأمن، ويمكن لو كان الطالب ما كناش عارفين إيه العواقب الوخيمة اللي كان ممكن تسفر عنها. كان في إشارة من المصري اليوم لحبس 25
من ألتراز الأهلي 15 يوم في الاشتباكات اللي حصلت في طريق المطار بتهمة الشروع في القتل، والداخلية قالت المشجعون اقتحموا الصالة واعتدوا على القوات بالخرطوش، وأحداث تانية مماثلة شفناها يعني. مش ده الرياضة يعني، مش ده الرياضة. هل نفصل بين الرياضة والسياسة، ولا نقول إن في خلل حاصل في برضه المشكلة في الدماغ، ونجيب ناس بتفهم مع تقدير الاساتذتنا اللي موجودين ومجهودهم وكل حاجه على دماغي. لكن تخيل حضرتك ايه موطن الدائم لسه حضرتك مثال اهو، انك عامله وزاره الشباب والرياضه، يعني ده اكبر هنا مش فاهمين الموضوع. انا عايزها تبقى وزاره الشباب والطاقه الانتاجيه. انا عايز استخدم مفهوم الشباب كطاقه انتاجيه دائمه. بس سبحان الله احنا مشكلتنا مش في المسميات، يعني يمكن المسميات كتير بتتغير لكن بتبقى الافه واحده. انا ما وصلتش لسانتي استاذه. مش عايز اقصر اهتمامي بالشباب على انه يلعب كوره ورياضه، مش وقته. انا عايز اركز في تعاملي او في نظرتي على نص المجتمع المصري، اني اربطه بالعمل بالشغل بالانتاج، ده طاقه الانتاجيه. عايز اربطه. يبقى مهمه وزاره الشباب الاولى هي تحويل الطاقه الشبابيه الى منتج وطني. نرجع للدماغ تاني يعني. ولا باس انه يمارس الرياضيات على الاقل، لكن الاساس في الدنيا انه يشتغل عشان يعيش. صحيح. بالمناسبه يعني قريت جرايدنا النهارده، يعني بدي اقول لاولادي واخواتي وزمايلي انه لو مشينا بالطريقه ديت، يعني نحن نمضي في الطريق الذي يحدده اعدائنا. وده نوع تاني من الغباء. تتكلم عن ايه يا فندم؟ بتكلم عن اغلب عناوين الصحف المصريه، ومش النهارده، كل يوم. ما نحن فيه يفترض ضروره ان يكون الخبر الاقتصادي هو الخبر الرئيسي في مصر الان، وليس السياسي. حضرتك السياسة وجدت من أجل الاقتصاد. أكرر، السياسة وجدت من أجل الاقتصاد. البعض مش فاهم كده، صدقيني البعض حتى لو فاهم يعني سياسة ولا يعني اقتصاد. أكرر، السياسة وجدت لتخدم الاقتصاد. حضرتك انزلي في العيد، اقعدي في أي مكان عجبك في مصر، كلام الناس كلها ناس لا جايبه لحمه ولا معاها فلوس ولا فيها هديه، والناس تقريبا معتقله في بيوتها. اي حد هيخرج لازم يدي ناس فلوس، مفيش. اذا ما كانش الكلام ده ظاهر على صوره الصحافه، يبقى انا يعني ما الذي تفعله؟ انا بعيد عن وظيفه الصحافه في هذا الوقت اذا لم تكن عملا خادما لهذا الشعب. ده شغلتها ايه؟ وبالتالي طب ده معلش، ده اهمال ولا تعمد؟ يعني هل ده تعتيم مقصود ولا اهمال وعدم؟ ربما كان قصورا في الادراك، في الرؤيه، في عمق المشاعر. ربما كان تعبيرا عن درجه من درجات الياس. اريد للصحافه المصريه ان تقتحم، ان تكون جريئه، ان تذهب الى قلب مشكلاتنا، ان تحلل هذه المشكلات، ان تحولها الى رؤيه، الى مشروع قرار، الى فكره. اريد صحافه ايجابيه. اذا ما كانش اليوم اللي احنا فيه هو يعني الاهتمام الرئيسي والاهتمام الاول هو المشكله الاقتصاديه في مصر، نقعد نتكلم بقى فلان ضرب فلان وفلان. عندما يمارس الامن عمله، ده عمل طبيعي جدا، ده عمل طبيعي جدا. عندما تمارس القوات المسلحه دورها في حمايه هذا الوطن، ده واجبها الطبيعي والاصيل. عندما تتخذ اي قرارات من اي مسؤول، يعني 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 ده واجبه وده شغله. لكن انا كصحافه يعني اربط نفسي زي ما قلت لحضرتك، كيف ارتب اولويات هذا المجتمع. العنوان الرئيسي عندي بقى ايه؟ انا في تقديري ان القضية الأعظم في هذا الوطن الآن بعد قضية الأمن طبعا ربنا ينصرنا فيها، هي قضية الاقتصاد. أتمنى في الفترة القادمة أن أرى العناوين الاقتصادية هي العناوين الرئيسية في كل الصحف المصرية. أتمنى من كل أصحاب الفكر يفكروا في مشكلات مصر، من كل أصحاب الإعلام. حضرات السادة، عندنا 90 مليون بني آدم، نصهم ما بيشتغلش، أكتر من نصهم ما بيشتغلش، متوزعين على مليون كيلو متر مربع في ثروات 1 2 3 4. نريد ان نوجد معادله صحيحه، وابتدوا بتفريغ السكان، لان الكثافه السكانيه الرهيبه في مناطق الدلتا انتجت مصيبه ثانيه اسمها ثقافه الزحام، وهتنتج المباشرات الضرائب هترتفع، والاخلاقيات هتخش في متاهه. وبالتالي يعني نريد اعمال ناجزه بفكره اني افضي الدلتا بسرعه واعمر المليون كيلو متر مربع. دي يمكن خطوات يعني لاحقه ان شاء الله تكون في التفكير، يعني بعد ما ننجز الاستحقاقات الحاليه اللي المفروض بتبدا بها خطه المستقبل. من الضروري ان اوقف الاقتصاد لان لا بالتاكيد لا. ولماذا لا اعمل جميعا؟ ولماذا لا اعمل منظومه متكامله؟ ايه المانع؟ هو بتاع الاقتصاد يقف عشان اللي بيشتغل؟ لا طبعا، بنشتغل احنا، بنشتغل كلنا مع بعض.
وبالتالي زي ما قلت لحضرتك ان بسرعه نهتم بالملف في اولويات. في اراء مختلفه مع حضرتك شويه ان صعب ان احنا نتكلم نمضي قدما في الاقتصاد بمنع عن الاوضاع الامنيه، يعني طول ما قلتش بمنع عن يعني طول ما في معكرات امنيه بنشعر ان احنا بندور في دايره مفرغه. التحسن الاقتصادي هينعكس على الحاله الامنيه. يوم ما اجذب السياحه واجيب سياح لمصر ده هيحبط الاخوان المسلمين وهيحبط العملاء والدخلاء واعضاء مصر كلهم. يوم ما اعمل مصانع هيحبطهم. يوم ما الناس تشتغل نفسها هيبقى ده موقفنا منكم. يوم يعني اقول ان تحريك عجله الانتاج تقريبا هو الشيء الوحيد الذي يصنع المعجزه في هذا الوطن الان. طيب خلينا ننتقل لاخر خبر معانا من جريده الاخبار وعن موضوع حضرتك كنت تحدثت عنه، يعني البرلمان القادم والمهام المنوطه به. من الاخبار اعلان اكبر تحالف سياسي مدني 12 حزب يخوضون الانتخابات البرلمانيه في تكتل واحد، وقيادي بالانقاذ يقول لا تحالف مع تمرد. طبعا الانتخابات البرلمانيه القادمه انتخابات هامه جدا، لكن موضوع جبهه الانقاذ وتمرد وبعض الخلافات التي يعني اعتقد احنا في وقت توحد وليس في وقت خلافات في الوقت الراهن. اخشى ما اخشاه، وانا راجل قضيت حياتي كلها في الاحزاب السياسيه ونشاط الاحزاب المصريه، اخشى ما اخشاه ان تكون اللافتات المرفوعه حزبيا لافتات خادعه. اخشى ما اخشاه انه لا يوجد لدينا الحزب السياسي الحقيقي اللي اعضاءه واضحين ومحددين مقتنعين بمبادئه وبافكاره وعاملين على تحقيق هذه المبادئ والافكار بالضبط زي جماعه الاخوان المسلمين. المشكله ايه؟ لو وجد حزب سياسي، استاذه دينا، استاذه ريهام، لو وجد حزب سياسي في قوه الاخوان المسلمين تنتهي المساله ديمقراطيه. صحيح. تخيل حضرتك احنا بقالنا 40 سنه بنتكلم عن ازهى عصور الديمقراطيه وان عندنا 72 حزب وان عندنا صحف احزاب وعندنا، وبعدين نيجي في وقت الجد نكتشف انه ما عندناش حزب يقدر يلم 1000 واحد على بعض. وبرضه مش عايز اتخدع بحكايه يعني التجمعات اللي بتحصل في مواسم الانتخابات، لان التجمعات دي سواء رئاسيه او برلمانيه، التجمعات دي معروف اسبابها. لكن اسمح لي يعني العنوان الاخير اللي قالته دينا، هل ممكن ينذر بانقسامات سياسيه حاده تشهدها الساحه المصريه؟ المرحله اللي احنا فيها مرحله تجاذبات وتحالفات وتفاهمات لكن هذا ليس الطريق الصحيح. الطريق الصحيح استاذه ريهام هو طريق الشعب. اريد للشعب ان يكون هو الصانع في التقارب في التباعد في التحالف، لكن ان يظل الشعب غائبا وان تظل المساله قاصره على بعض المتاجرين بالسياسه في اغلبهم، عشان اكون دقيق وامين، لم نخرج من دائره العبث السياسي بعد. احنا ختاما بنشكر حضرتك على وجودك معنا استاذ محمد المصري نائب رئيس تحرير الاهرام، لكن فعلت شويه واضح انه ما فعلناش من اجل مصر، ان فعلنا عشان نتمنى ان شاء الله ربنا ينصر مصر ان شاء الله الامور تبقى افضل وشعبها وربنا ينصر الاسلام ويرفع رايته بالصالحين والمصلحين والصادقين من المسلمين. كل سنه وحضرتك كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. بنذكر سريعا